خلاص كلته وشبعته؟ الحمد لله يا ابويا. اتفضلوا. هتغسلوا ايديكم ولا هتسيبوها بدمها؟ وانت قفلت الباب؟ العزا خلص وجه وقت الحساب. حساب مين يا حاج؟ حسابكم. ايه يا بوي؟ هتعمل ايه؟ هتموتنا يا بوي؟ طبعا جريه فيها ثلاث ظروف. ايه؟ خايفين؟ في يا بوي؟ مالك؟ ماليش، هموتكم عيالي وعاوز اموتهم، انا حر. وهتموتنا ليه؟ مين فيكم اللي كتف؟ ومين فيكم اللي زقه؟ ومين فيكم اللي مسكه ودلاه؟ هتتكلم عن مين وعن ايه؟ عن جريمه ما استحملهاش قلبي، عن اخ اخواته كتفوه ورموه في المصرف ولا من فوق الجزيره من غير ما حد فيهم ايده تترعش ولا قلبه يتنفض ولا عينه تدمع ولا لسانه يقول لا. ده اخوك، حرام عليك. لسه هتقول يا مرعي؟ ما اقول يا مين يا خير؟ يا خيري؟ يا جوده؟ يا حماد؟ فهموني. هتقلب في القديم ليه؟ عمره ما قديم، كل ليله هيتولد من جديد. ما حدش فينا عمل له حاجه يا بوي. كدابين يا اولادي. اللي قال لي ما يكذبش وقال لي ان انتوا اللي عملتوها. عيالي قتلوا ولدي، لحمي كان بعضه كامل مدبوب وامه مدبوبه. هتصدق فينا كلام مجانين؟ مش معنى كامل يا ابو عقلي موزون من غيره؟ بس هو كان شافكم عشان يقول؟ ما كانش معانا. الدنيا علمتني ان الغل والحقد بيخلوا بني ادم يعمل اي شيء، بس بيبقى فيه ندم. فين القلب اللي يرتجف ويندم؟ ليه ما حدش فيكم طار عليه تاني وطلعه؟ ده اخوكم. انا؟ انت ايه؟ انا ما لمستهوش. وانت؟ يا اما انتوا مش عيالي ولاد حرام، يا اما انا عملت ذنب كبير استحق عليه كل اللي نازل فوق راسي. انت بس اللي مش قادر تشوف غيره. وافرض تموتوه؟ افرض حبيته اكتر، لازم تمحوه من على وش الارض؟ ذنبه ايه؟ محدش فينا عمل كده يا بوي، قلنا لك. اللي يموت ولدي ما ياكلش عيشي وما يدوكش خيري. احنا عيال صغيرين يا حاج، احنا رجاله ونفتحوا بدل البيت كذا بيت. ماشي يا خير، بس اللي يموت حبيبي عدوي، وما دام ما قدرتش اموته يبقى ما اصرفش عليه. تطلعوا من هنا مالكمش في رقبتي تعريفه، والمحجر ما تخشهوش، والمرتب ما تقبضهوش، ولولا نسوانكم وعيالكم لكنت رميتكم في الشارع. واحنا مش عايزين، احنا يا نقولوا على حاجه ما عملناهاش عملناها. تحرمنا يا بوي. خلص الكلام. ولحد اليوم اللي تجوني فيه انتوا الثلاثه وتقولوا لي الغله عمانة والكره كتف قلوبنا وموتنا اخونا، سامحنا يابا، ساعتها انا حر اسامح ما سامحش. انا وقلبي وما قدرته. غير كده انتوا مش عيالي. والقلب صخره بتتدحرج وما تلتحت، نزل الزمن فيا نحت، فقول لي ليه العمل يا قلبي يا قلبي يا قلبي.
كامل. ما هو قال لك كامل؟ لا هو كامل عامل فيها بتاع ربنا ويقعد يوسوس لابوه. مش ناس ان قاعد بعيد هو وامه. عامل فيها مش عاوز، وهو عاوز كل حاجه. وابوك ما يحبش كت النفر اللي مش عاوز، مش عارف ليه اخي. مش هفوتها لك يا كامل، مش هفوتها لك. افتح يا كامل انا خيري. خيري اتفضلوا. قلت ايه لابوك علينا يا كامل؟ اه ما قلتلوش حاجه. هتكذب يا راجل يا بركه، عيب عليك. انت جاي لي بيتي تقل لي ادبك يا خيري؟ بيتك بيت ايه؟ كل ده فاني يا شيخ كامل، حد هياخد معايا بيوت؟ يا تدخل جوه وتتكلم زي الناس يا تروح. كامل اذا كنت فاكر انك هتسوس لابوك عشان يقطع معاني ويوصل معاك تبقى غلطان. واللي يتهم اخواته بالكذب يا كامل انهم يقتلوا اخوهم ممكن يعملوها بالصدق. الصدق والكذب يعلم ربنا يا جوده، وكل واحد من صندوقه يلبس. وايه اللي في صندوقك يا شيخ كامل؟ بص انا صح مش عاوز حاجه من حد، لكن لا ضعيف ولا خايف، لاني ما عملتش حاجه تخلي عيني تبص في الارض. واحنا عملنا وهنعمله كتير، وقتلين قتلة يا كامل. تروح لابوك تقول له خاتي ما عملوش حاجه تبقى اخونا حبيبنا، انما تتهمنا وبالباطل مش هتنام يا كامل. غوره طيب من قدام بيتي يحصن غضبي محدش فيكم يعرفه. يلا يا ولد النده، يلا يا ولد كامل، عاوزين ايه من ولد يا ولد الحريم؟ يا ولد النده يا طالع. خيري يا خيري، امك مني بتهري يا خيري. جوده وحماد خلوا منده تشيل ربراه، ولد منده ولد كامله جايين يموت اخوهم. رايحة فين بس ياما؟ رايحة ردع كل عجي بالزمه. امشي من وشي بدل ما افتحك وافتح روحي. يا اهلا يا اهلا يا ام كامل. بعتين عيالكم يموتوا ولدي ليه؟ ها؟ يا لهوي يا لهوي، جات لك الحلقة يا مدبوبة، جات لك الحلقة. اديكي قلتيها مدبوبة، هموتكم ومش هاخد فيكم ولا يوم. اختي الحقوني يا ناس. مين هيلحقك من ايدي؟ مين هيلحقك من ايدي؟ ابعدوا عيالكم عن ولد والا هجيب خبركم كلكم.